كلما ذكرنا اسم طلال إلا ويقترن بعالم الصحافة والرياضة. فعلا ذلك الذي نلاحظه في كل مكان وزمان. اليوم سي طلال نور الدين اللي غادي يدوي لنا اليوم على يعني الجمع اللي غادي يقوم به اليوم ديال جمعية مناديب عصبة الدار البيضاء الكبرى لكرة القدم، اللي غادي يدوي لنا على هذا يعني الاجتماع الحيتية ديالو، يعني الأهداف شنو هما، يعني المقترحات شنو هو، ما المستجدات الافاق، يعني غادي يحاول يدوي لنا يعني في هذا الشيء ان شاء الله في هذه الخلاصه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكركم على الحضور ديالكم باش تواكبوا معنا هذا الاجتماع هذا. فاحنا كجمعيه ديال مناديب عصبه الدار البيضاء الكبرى فقررنا على اننا ننظموا واحد اليوم اخباري لفائده المناديب تحت اشراف عصبه الدار البيضاء الكبرى وبالتنسيق معها. فعصبه الدار البيضاء الكبرى مشكوره في شخص الرئيس ديالها سي جودار وفي شخص السيد رئيس لجنه البرمجه السي صبوحي كي يدعمونا وكيشاركونا في هذا اليوم الإخباري اللي غادي يكون لفائدة المناديب. أنه هذه مدة باش كنا قررنا باش نديروا هذا الاسم واليوم قبل بداية الموسم الرياضي كاين مجموعة من النقاط اللي غادي نتكلموا عليها في هذا الاسم، وربما غادي تكون بعض التكريمات ديال بعض الوجوه الرياضية اللي كانت فعالة في ميدان كرة القدم. فمرة أخرى كنشكروا كل من غادي يساهم في هذا اليوم الإخباري اللي غادي يكون يعود بالنفع على المناديب ديال عصبة الدار البيضاء الكبرى. فالتحكيم غادي يكون ممثل ديال الحكام اللي غادي ربما يشرح القوانين الجديدة، التعديلات الجديدة اللي صدرتها الفيفا، لأنه المندوب خصو يكون على علم ويكون على إلمام بهذه القوانين هذه، وإن كان هو المندوب ما عندوش دخل فيها في وقت المباراة، ولكن خصو يكون عنده إلمام ويكون يعرف القوانين ديال التحكيم على الأقل باش حتى إلا كان شيء، لأنه تتعرف على أنه بعض المرات كيمشي التقرير وكيستدعى المندوب حتى الجامعة باش كيعطي الرأي ديالو ويعطي وعلى سير لاباز ديال هذاك التقرير ديالو وهذاك الرأي الشهادة ديالو كيكون القرار اما تأديبي واما. فاحنا هنا بغينا نعاود نحيي وصله رحم مع المناديب باش غادي يكون شرح ديال هذه القوانين كما قلت لك، وغادي يكون شرح ديال بعض المندوب ما لا هو ما عليه بصفته انه هو العين ديال الجامعه او ديال العصبه وهو اللي كيمثل العصبه، فكيخص الكل يكون واعي بهذه المسؤوليه هذه. وهذا علاش قررنا على اننا نديروا هذا اليوم الاخباري اللي مره اخرى تنشكروا فيه رئيس العصبه ورئيس لجنه البرمجه السي صبوحي. اذا سي يعني كلمة أخيرة، يعني بالنسبة للمناديب وبالنسبة للقاء المنتظر اليوم 21 شتنبر 2019، كلمة أخيرة للمناديب. أنا اللي كنطلب هو أنه يكون الحضور بكثافة، يكون المناديب يجيو كلهم لانهم غادي يستافدوا، لانهم تينتميوا لعصبة الدار البيضاء وهذه الجمعيه ديالهم وهذه دارت باش تحمي المناديب وتحمي يعني تحمي كره القدم بالاساس، لانهم هما تيمثلوا واحد الشريحه كبيره وهما العين ديال العصبه او ديال الجامعه. فكاين بعض الحوايج اللي غادي نطرقوا لها لانها في الصالح ديالهم واللي غادي تحميهم، وحنا ربما غادي نطرقوا حتى لواحد الجانب اللي هو اجتماعي. كاين بعض المناديب اللي تيكونوا مراد ولا تيكونوا في حاله اسمو تنتفكروهم وتنمشيو نزوروهم، وهذا هو المبتغى الاول. هذه هي بالفعل، لانه الجانب الاجتماعي كيخص يكون حاضر عندنا، لانه كما قلت لك كيكون بعض الناس مرات، كيكونوا بعض الناس في الكلينيك، كاين اللي معنا والله يرحمه مات وتوفى كنمشيو نزوروا العائله ديالو كنقدموا التعازي ديالنا. فهذه صله توصل يعني ما بين جميع الفئات ديال كره القدم، فيها الحكام، فيها المناديب، فيها المسيرين، وكتبقى كيبقى المندوب العين ديال الجامعه والعين ديال العصبه. شكرا سي نور الدين طلال على الكلمة الجميلة والطيبة في حق مناديب عصبة الدار البيضاء الكبرى لكرة القدم.